وحتى كمان النادي الاهلي حريص في كل تصريحاتك انك تخاطب جمهور الزمالك، ولو هتخاطب اي جماهير تانية بتخاطبها بتقدير واحترام. وده الطبيعي يعني، هو اللي غير ده هو اللي مش طبيعي. زي ما انا قلت قبل كده، كرة القدم هي لعبة اتعملت من اجل المتعة، اصبح دلوقتي بعد التطور اصبحت اقتصاد كمان، يعني صناعة. لكن في الاول هي من اجل المتعة. فاكيد يعني الطائفية موجودة في كل حاجة، في اللون وفي الجنس وفي الدين. مش كمان هنعملها في الكورة؟ يعني الطبيعي ان الكورة دي بقى بتقرب الشعوب، والرياضات بتقرب الشعوب. فما بالنا احنا بلد واحدة، وده صاحبي واخويا وقريبي. صحيح انا اخويا زملكاوي يعني، لكن انا قصدي فيما معناه كل بيت لا يخلو من اهلاوي او اسماعيلاوي او اتحاداوي او يعني ايا كان النادي بتنتمي ليه. فمش طبيعي ان الكوره يخش فيها التعصب بالشكل، انا اسف اللفظ الغبي، اللي يخلينا نخسر بعض. صحيح. يعني موضوع التحفيل ده مثلا من ارخم الحاجات اللي شفتها. ما بتحبهاش؟ ما بحبهاش وما بتفائلش بيها والله. يعني اول لما تحفل اعرف ان انت الماتش الجاي اصلا رياضه. صحيح. ربنا النهارده اداك توفيق، بكره هياخد منك التوفيق. فبحب اما نكسب الواحد كده يداري على شمعته ويشتغل اكتر، بحيث ربنا يديك اكتر توفيق اكتر ورزق اكتر من البطولات. لان البطولات انا على اعتبارها رزق في الاخر، مهما ممكن. صحيح. تعمل كل حاجه، ممكن اجيب مورينهو يدرب الزمالك ولا يوفق، وممكن تجيب مدرب اسمه ممكن يكون اقل وربنا يوفقه.